بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كل شرح بتاعنا على مادة التآكل اللي هي بالإنجليزي الكروجن. الكروجن هنشوف تعريف الكروجن، شنو هو الكروجن بالضبط، شنو هو التآكل. التآكل كروجن is the deterioration of a substance، اللي هو تدهور المادة، تدهور حالة المادة. usually metal، عادة نحن دائما نتطرقوا للمعادن. or the deterioration of its mechanical and metallurgical properties، المادة أحيانا التآكل يكون ظاهر على أجزاء المادة، أحيانا يكون التآكل في خواصها الميكانيكية وخواصها المادية. أوكي؟ ليش يحصل الأمر هذا؟ because of its reaction with its environment، لأنها هي حتكون ناتج الأمر عن تفاعلات مع البيئة المجاورة ولا المحيطة بها. in some cases there is no visible evidence of deterioration which can lead to a failure of material for no apparent reasons. أحيانا يحصل يكون في التآكل لكن التآكل ما هوش واضح. في بعض الأحيان يؤدي الأمر إلى حدوث الخلل والفشل في الأداء بصورة مفاجئة، لأن في التآكل لكن التآكل ما هوش واضح للعيان. No apparent reason، يعني مش واضح السبب، ما هوش واضح، لكن في لحظة معينة يصير فيلير في المعدن. الآن هذا بالنسبة لتعريف التآكل، تعريف التآكل، تعريف الأول، وهذا التعريف الثاني. أحيانا السؤال اللي دائما يسألوا فيه، ليش يحصل التآكل أصلا؟ التآكل كل المعادن موجودة في صورة خامات. لما تكون موجودة في صورة خامات عادة تكون في صورة أكاسيد، زي الحديد الآن موجود في صورة أكسيد الحديد الآن هيماتايت اللي هو Fe2O3، الآن قاعد مستقر في الخامات بتاعه، لكن احنا نضعه عليه طاقة مش نحصل منه على معدن الحديد اللي بنستخدمه فيه في استخدامات عديدة. الآن الطاقة اللي وضعناها عليه هو كان في وضع مستقر مستريح، لما وضعنا عليه الطاقة مش نحصل منه على معدن الحديد، قاعد في وضع غير مستقر وغير مريح، الآن بيرجع لحالته السابقة اللي هي حالة الأكسيد. When metal are refined from their ores on the metal natural reaction is reversed. يعني نحن لما حولناه إلى معدن، نحن درنا ضغطنا عليه على أساس أنه يتحول من حالة الأكسيد، والآن هو عند رغبة أنه revert back، يرجع لحالته اللي كان عليها. Which exists as an iron ore constantly seeks to return to its natural state in which it's stable. الحالة اللي كان فيها موجود هي الحالة المستقرة، الحالة اللي حطينا فيها نحن المعدن اللي بنستغله هي حالة غير مستقرة. عندنا الآن this effort on the part of iron to revert back to its oxide form is called a corrosion. حال رجوع المعدن إلى الحالة السابقة الأكسيدية هذه هي حالة التآكل. Most other material including aluminium and zinc show this tendency to return to its oxide or state. مش بس الحديد، أعطينا كمثال في عندنا الزنك والألومنيوم وفي معاهم بعض المعادن برضه نفس الشيء، لأن يعني من الحالة الأكسيدية لو رجعناه إلى معدن هو يحب أنه يرجع إلى الحالة اللي كان مستقر فيها. في عندنا بعض المعادن فقط فيو ميتال، المعادن النبيلة فقط اللي زي الذهب والفضة gold and silver are extremely stable in wide variety، موجودات مستقرة حتى لما تلاحظوا في الخامات بتاعها، لو حد شاف البرامج استخراج الذهب والفضة يلاحظ ان تستخرج في صورة معدنية حرة، يطلعوا فيها من الخامات ومن الخامات في الجبال، تلاحظوا انها توجد في حالة عنصرية، وبالتالي هذه ثابتة وبعيدة عن التآكل. مما سبق
اللي هو ذا تندنسي اوف اميتال ذا تندنسي اوف اميتال تو ريفيرت تو اتس لور انرجي كومباوند ستيت يوجوالي الوبسايد. هذا تعريف ثاني للتآكل اللي هو توجه المعدن تو ريفيرت تو اتس لور انرجي كومباوند ستيت يوجوالي الوبسايد، هو توجه المعدن للعوده الى المركب اللي هو الاقل طاقه اللي كان متريح فيه وهو عاده الاوكسايد. عندنا الان في الباراجراف هذا نحكوا على اشياء ثانيه اللي هي لماذا ندرس التآكل؟ لماذا ندرس التآكل؟ فيه عندنا في اسباب اقتصاديه، شوفوا بعض الدول كان يخسر من 13 مليار. في عندنا اسباب سلامه لان في ناس احيانا من حوادث التآكل يتعرضوا الارواح لفقدان الارواح واصابات، وعندنا اسباب اخرى بالاضافه الى اسباب السلامه واسباب الاقتصاديه عندنا اسباب بيئيه، لان التسرب اللي يحصل في المواد اللي زي النفط والغاز والاشياء هذه برضو في الارض والبحار هن ملوثات للبيئه ودمار للمحيط البيئي. يعني نشوف اختصروها عندنا هنا ثلاث اسباب خلينا نحن تاثيرات سبب فيه لنا التآكل، في اسباب اقتصاديه وفي عندنا اسباب بيئيه وفي اسباب سلامه، تجدوها في الهوم وورك موجودات في الهوم وورك بالتفصيل. نحن كل المفصل الان نحن اختصرناه كم في الهوم وورك في ثلاث نقاط. بشرحنا نشوفوا لما قبل ما ندخل في التآكل في صلب الموضوع، الان احنا عارفين ان المعادن المواد متكونه من ذرات الاتومز. الاتومز هذينا منيش متكونات، الاتومز متكونات من بروتونات ونيوترونات عاده تجدهم هن موجودات في الكور والله في النواه، وعندنا يحيط بهم شنو؟ الالكترونات. الالكترونات هذه هي الموضوع المهم في التآكل، الالكترونات حنلاحظوا ان الالكترونات هي الموضوع المهم في التآكل. لما نشوف زي ما حكينا قبل شوي على الذرة قلنا نحن متكونة من ثلاث أشياء اللي هن البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. بالنسبة للبروتونات قلنا شحنتها موجبة والإلكترونات سالبة والنيوترونات اللي هي شنو متعادلة. عندنا المهم جدا the electron is particularly important in corrosion reaction as we shall see later. شوفوا لقدام ان بالنسبة للإلكترون هو المهم في عملية التآكل. عندنا على سبيل المثال الان احنا واخذين معدن الحديد اللي هو الرمز بتاع الاف اي الايرون اتوم، لما تفقد الكترون ثاني حتكون اف اي بالشكل هذا يسموه فيه شنو؟ كات ايرون. عندنا احنا اللي الذره اللي تفقد او تكسب الكترونات تتحول الى حاله شنو؟ الايونيه. كانت حالة معدنية قائمة تحول الآن إلى الحالة الأيونية. الآن الحديد حيكون يفقد عندنا أوكي إلكترونوس، لما يفقد إلكترون يفقد إلكترون ثاني تحول بالشكل هذا الـ Fe لو لاحظتوا بلس بلس. عندنا أحيانا بعض العناصر تفقد إيش؟ تكسب إلكترونات، مش تفقد تكسب إلكترونات زي الكلورايد. تلاحظوا انه لما يكسر تجي عليه اشاره شنو؟ السالب، لان زاد عنده عدد الالكترونات، هذا نقص عنده عدد الالكترونات، هذا زاد عنده عدد الالكترونات. بالنسبه للي يفقدهم في الالكترونات الكترون لوس هذا يسموه فيه شنو؟ كات ايرون. اللي يكسب في الالكترونات ان ايرون. هاي ونحن
نشوفه بعدين ما التتابع حنشوف شنو تأثيرات هذه الكات ايونز والان ايونز في عملية التآب. في عندنا المولكيولز الجزيئات، احنا عارفين ان لما نجول العناصر لما تتحد مع بعضها تكون في مركبات. الان احيانا تجي تلقى جزيئات متكونه زي H2O متكونه من عنصرين، احيانا برضه متكون من عنصرين، احيانا تجد نفس العنصر زي Cl2 والN2 والO2 عنصرين مكونات مولكيول. باهي؟ هذا الجزيء. والجزيئات هذه مختلفة وحنشوف تأثيرات كل على حدة، زي المولكيولز هذين اللي موجودات في أوساط معينة زي الـ H2S الهيدروجين صفائي، الكربون دايوكسيد، الكلورين، النيتروجين وهكذا. لكن احنا عارفين ان هن مولكيول، احيانا تجد زي ما قلنا العنصر موجود في صورة اتوم، احيانا تلقاه موجود في صورة مولكيول، احيانا تجد الكومباوند اللي هو اتحاد من مادتين زي هذه الـ H2S والـ CO2 فيه مولكيول جزيء. في عندنا فقره هنا تحكي عن الايونيك كومباوند، المركبات الايونيه. المركبات الايونيه شنو التعريف نتاعها؟ لارج جروب اوف سبستانس نون از ان اورجانيك سولتس اكزيست از سوليد ان ان ايونيك فورم. المركبات الايونيه هذه مجموعه كبيره من المواد اللي هي الاملاح الغير عضويه. عندنا زي كلوريد الصوديوم اللي هو من الطعام معروف جدا، consists of sodium cations regularly arranged next to chlorine and ions. هذين طبعا لما نلاحظون ان المرتبات الكلورايد الشحنه بتاع سالبه والصوديوم شحنته موجبه، تلاحظ ان مترصات موجب سالب هكذا في البلوره بتاعها. بمجرد ما تذوب الصوديوم حيفقد الكترون والكلورين حيكسب الكترون. لما يكسر الكلورين الكترون حتكون اشارته بالسالب، الصوديوم لما يفقد الكترون حتكون اشارته بالموجب، يعني عدد البروتونات حتكون زائد على عدد الالكترونات. الصوره اللي لاحظته تكون بالشكل صوديوم، الان في البلوره موجود بالشكل هذا صوديوم، اوكي، كلورين، اوكي، صوديوم كلورين وهكذا، موجب سالب، مترصات بهذه الطريقه. بمجرد ما يذوب في المويه كل واحد منهم ياخذ الشحنه نتاعه. عندنا الحاجه الاخرى اللي هي الكريستالين ستراكشر اوف ميتالز. الان الالكترونات في المعادن ماهيش موزعه، الاتومز ماهيش موزعه في المعادن بصوره واحده. الاتومز الذرات موزعه في المعادن بصوره بلوريه، باي كريستالين ستراكشر. فكل نوعيه معينه ولا كل معدن معين عنده بلوره معينه. تو نشوفوا الامثله عليه. بعض البلورات سداسي بعضها رباعي، يعني وبالتالي
تركيبة المعدن بمجرد ما يصبوه المعدن من الفرن اللافح هنلاحظوا حياخذ الشكلية هذه وإلا الشكلية الأخرى على حسب المعدن اللي نحن استخرجنا منه المصور. وهذه البلورات حتكون متجاورة مع بعضها ومسألة تجاورها مع بعضها ووجود حدود بينها هذا مهم جدا برضه في عملية التآب. لو لاحظتوا ان البلورات اللي حكينا عليها قبل شويه هتكون بالشكل ده في اثناء المعدن ونحن قاعد مصفور يبدا يتلاقى بعض البلورات احيانا يحصل بينهم شنو؟ جرين باوندري. البلورات هذه اللي هي الجرينز هذينا هيحصل بينهم حدود، الحدود هذه بين الحدود وبين البلورات حيكون عندنا اختلاف بسيط فيزيائي واحيانا كيميائي. الاختلافات البسيطه هذه تأثر بعدين في عملية التآكل لأن نحن حنشوف بعدين حنعرفوا أن التآكل ما هو مرتبط بالاختلاف في درجة السالبية يعني الأنود ولا